تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. السلام عليكم مستمعينا، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي التنسيق معنا الأخت أشواق مسعد، وأيضا في الإخراج معنا ناصر محمد سليم، وفي الإعداد طبعا فيصل بن فارس. فيصل صار له يومين مشغول شوي، عنده شغل إداري ما نشوفه في البرنامج عندنا، لكن إن شاء الله بيكون معنا في القريب العاجل. إذن مستمعينا، هذا البرنامج صحة وسعادة كما تعودتم هي بوابة نستقبل من خلالها ملاحظاتكم، آرائكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يطور الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مستشفياتها، مراكزها الصحية الأولية أو مراكزها التخصصية أو مراكز اللياقة البدنية. أيضا نستقبل اقتراحات لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن قبل نبدأ معاكم البرنامج، خلونا نعطيكم سؤال حلقة اليوم. طبعا سؤالنا جائزته 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع أسبوع الإمارات تبتكر. طبعا سؤال يقول: ضمن أسبوع الابتكار تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتبارا من 23/11 إلين 26/11، يعني بعد باكر المنصة هذه بتفتح أبوابها. إنزين، قلنا أنها هذه المنصة يعني البارحة كان السؤال وين تقع هذه المنصة. المنصة هذه موجودة في برج بارك اللي هي عند برج خليفة. إنزين، فالسؤال يقول: ما هي ساعات العمل بمنصة الهيئة؟ هل تبتدي ساعات العمل من 7 صباحا إلى 7 مساء، أم من 10 صباحا إلى 10 مساء، أم من 7 مساء حتى منتصف الليل، أو من 7 صباحا إلى 4 مساء؟ يعني من 7 إلى 7، من 10 الصبح لين 10 في الليل، من 7 الصبح لين نص الليل، أو من 7 لين 4. ارسال الإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي على الأرقام 4006. جائزتنا 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بالتزامن مع أسبوع الابتكار. اللي حاب يشارك على 4006، ونستقبل الإجابات لين الساعة 11 إلا 10. زين، يعني عندنا تقريبا 10 20 30 40 دقيقة اللي ما نوقف السحب. طيب، آخر موعد للتأمين الصحي 31/12/2016. ها، باكر حلقتنا إن شاء الله عن التأمين الصحي. اللي يبغي يسأل أي سؤال عن التأمين الصحي باكر بيشارك معانا عن طريق المسجات، أو حتى عن طريق الاتصال على 600-55-1414. انزين، صحة دبي قلنا لكم تشارك في أسبوع الابتكار من 23 إلى 26 في برج بارك. المنصة بتكون هناك. حملة دمي لوطني اليوم الباص موجود في وزارة الصحة. أيضا عندنا فعاليات السكري، يوم السكر العالمي اليوم في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فرع العوير. طيب، هذه أهم الفعاليات اللي موجودة عندنا على الخارطة اليوم. وأيضا تغريدة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، التغريدة الغذائية تقول: ابدأ وجبتك بالسلطات والخضار
وابتعد عن المقبلات المقلية. هذه تغريدة إدارة التغذية السريرية. ما أدري أشواق كلموا الإدارة إذا يعطونا معلومات تغذوية كتغريدة تكون شغلة يعني الناس شوية ما يعرفونها. إنزين يعني معلومات جديدة الواحد ما ينتبه لها يعني. طيب، ممارسة الرياضة 60 دقيقة يوميا تحافظ على صحة العظام والقلب. بيّنت دراسة نرويجية أن المشي لمدة 60 دقيقة يوميا تحافظ على صحة القلب والعظام، وخصوصا لأولئك الذين يعملون يوميا خلف المكاتب لأكثر من 8 ساعات. وبيّنت الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة قادر على القضاء على حيوية الجسم والتسبب في كثير من الأمراض، منها أمراض العظام. فقد تم جمع معدلات الوفيات على مدى فترة زمنية محددة بين مجموعة من الأفراد تقوم بنفس النشاط البدني وتمارس نفس السلوكيات كل يوم، مما أثبت بشكل لا يدع مجالا للشك أن نمط الحياة البطيء الخالي من الحركة يسبب المزيد من المخاطر الصحية. وأضافت الدراسة أن الأفراد الذين يحصلون على وقت لممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة حتى لو كانت دقائق معدودة من المشي في الشارع انخفضت معدلات الوفاة لديهم بنسبة تزيد عن 60%. كما أشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين حرصوا على أخذ فترة استراحة بين ساعات العمل كانوا أقل عرضة لألم أسفل الظهر من غيرهم. كما أكد أستاذ الطب الرياضي في المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية أن ساعة يوميا من النشاط البدني يجب أن يكون أو أن تكون أهم الأهداف للأشخاص في العصر الحديث. ساعة يوميا من النشاط البدني يجب أن تكون أهم الأهداف للأشخاص في العصر الحديث للحفاظ على صحة العظام، القلب، ضغط الدم، نسبة السكر. لذلك أصبح من المعتاد أن نشاهد أفرادا تضع سماعات الأذن وتتمشى في شارع أو في الحدائق حتى تحافظ على صحتها مستقرة وتبتعد عن أمراض العصر التي تحيط بنا. هذا الحين حتى نحن عندنا هبة جديدة تحصلهم غترة وعقال وجوت رياضة في المول يمشون، والله أنا استانس يوم أشوفهم، خاصة يعني أبهاتنا وكبار السن. حتى احيانا نحصل عيايز بالبرقع كذا، في واحد من المولات ما بقول اسمه انزين بس موجود على شارع الشيخ محمد زايد، فهذا المول مصمم تقول يعني خط طويل كذا، تعالي يوم الجمعه ها محمد يوم الجمعه شوفهم سايرين رادين في المول خاصه في الصيف. عموما ناصر سامحني. البكتيريا تساعد الاطباء في كشف الخلايا السرطانيه. أعلن العلماء أنه في المستقبل القريب ستساعد البكتيريا المعدلة وراثيا للأطباء على اكتشاف الخلايا السرطانية بجسم الإنسان. ويضيف علماء جامعة هذه ماساتوشيستس، أظني اسمها صحتي، المهم جامعة ماسا التكنولوجية، الذين أجروا هذه الدراسة بالتعاون مع علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن هذه البكتيريا المعدلة أثبتت قدرتها على اكتشاف أمراض مثل السرطان السكري في جسم الفئران، حيث بقيت داخل جسم الفئران مدة شهر كانت خلالها تبحث عن خلايا سرطانية. والبكتيريا المعدلة وراثيا التي استخدمها العلماء في دراستهم هي من نوع إي كولي، القادرة على اختراق جدار الأمعاء والبقاء في داخل الورم السرطاني. وتفرز هذه البكتيريا المعدلة إنزيميا خاصا في مصطلح يعني يسمونه لاكس LACZ، يسبب تغيير لون البول وهو دليل على وجود خلايا سرطانية، أي إصابة الشخص بهذا المرض الخبيث. واستخدم العلماء في الدراسة الثانية البكتيريا المعدلة لتحديد مستوى السكر في البول الذي يلاحظ عند الإصابة بمرض السكري. طبعا هذه البكتيريا لم تحقن في الجسم بل أضيفت إلى البول خارج الجسم. عموما الفكرة كلها يا جماعة الخير أن تم يعني اختراع بكتيريا، هذه البكتيريا يحطونها في الجسم من البول، وانتوا بكرامة يعني الله يعزكم يبين إذا الريال فيه خلايا سرطانية عنده ولا لا. فسبحان الله ممكن هذه تساعد في التشخيص. ناصر وايد حر الاستوديو ترى اليوم،
يعني الله يسامحكم انتم من اعطيتونا البرنامج هذا مال البث المباشر وحطيتوا لنا كاميرات وسويتوا لنا وايرات، لا حصلنا لا كرسي لا ماي لا سماعات في الاستوديو ولا اي شيء. يعني ما يصير هالكلام. ها احنا انا مو مشكله الضيوف اللي بيونا الحينه بشوف شو ايش قاعد يتصرفون. فعموما فاصل مستمعين وما ارجع. صحه وسعاده، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام مرة أخرى وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم ضمن أسبوع الابتكار، تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة في برج بارك اعتبارا من 23/11 حتى 26/11. السؤال يقول: ما هي ساعات العمل بالمنصة؟ هل من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، من 10 الصبح لين 10 المساء، من 7 لين نص الليل، ولا من 7 الصبح لين الساعة 4 المساء أو العصر بتوقيتنا المحلي؟ ارسال الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي، والفائز معانا بيفوز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع أسبوع الإمارات تبتكر. أيضا مستمعينا، التخصص مهم جدا في القطاع الصحي، ولأجل أفضل النتائج في العلاج يجب تضافر أكثر من تخصص لعلاج المرضى، وهذا اللي تشهده مستشفيات ومراكز الهيئة، خاصة المستشفيات في العمليات الكبيرة. أيضا هناك علاقة وثيقة أيضا مستمعينا بين تخصص العظام والعلاج الطبيعي، وكل منهم يكمل الثاني. نحن نتعرف على طبيعة العمل بين هذين التخصصين. معايا ضيفين في الاستوديو، الأول دكتور خالد الحمادي استشاري جراحة العظام بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا. وأيضا معانا عصام العلي الميخي، صح؟ نعم. أي أخصائي أول علاج طبيعي بمركز دبي لإعادة التأهيل هيئة الصحة. عصام نحن نقول لك دكتور ولا؟ على كيفك والله. أي دكتور خلاص، لأن أخصائي علاج طبيعي يعني دكتور. ففي البداية دكتور خالد، يعني الفترة الأخيرة طبعا أنت تصدرت وسائل الإعلام الصحية، إنزين، بتقنية جديدة تم وضعها في أو استخدامها في مستشفى دبي. هذه التقنية كانت تخص علاج المفاصل، أو علميا ما أدري هل هي حقن دهون في المفاصل لعلاج المفاصل. وأنا شفت يعني بعض الفيديوهات كان يعني موضوع بالفعل أنا أشوف يعني شغلة غريبة، أن شخص ما يقدر يمشي بعد فترة بسيطة يمشي ويسجد ويركع ويمارس حياته بشكل طبيعي. فشو هي هذه التقنية دكتور؟ سيد الكريم، أولا شكرا على استضافتكم في المجال وشكرا على الاستضافة. نعم. هذا كله بفضل الله وسعي في المجال. التقنية ببساطة هي مو جديدة يعني لهالدرجة، في أكثر من ناس سعوا فيها في دول في خارج الدولة. نعم. وكان فيها نتائج مبشرة ونتائج نص نص وشيء، فاحنا توكلنا عليها فقعدنا نبحث. أنا شخصيا بحثت عن الموضوع يمكن تقريبا سنة قعدت ما شاء الله خلف الكواليس، ما ظهرنا في الصورة. الفكرة ما فيها أنه أول شيء ليش بحثنا عن هالشيء؟ العالم كله اتجه يعني إلى اتجاه التجديد اللي هو البناء، أنه إلى الآن حل المفاصل أو جاع المفاصل واحتكاك المفاصل المتعارف عليها اللي نساويه كل يوم هو تبديل المفصل بطبقة حديدية يعني تمام ستيل. إحنا في قرارة أنفسنا الأطباء العظام نقول مو معقول يكون هذا هو النهاية، يعني لازم يكون في شيء شبه طبيعي. صحيح. تمام. فقعدنا نجري وراء هالموضوع. هناك ظهرت مال البلازما اللي هي الصفائح الدم السيرم، ظهرت البون مارو اللي هو النخاع العظم، وبرضه تعطي نتائج جيدة. الفكرة ما فيها انه عندنا ناس كبار في العمر جدا عندهم احتكاك شديد وعندهم آلام
ما يرمون سووا العملية. صحيح. العملية كبيرة عودة. صحيح. وفي ناس صغار في العمر يعني صغار على العملية هاي. وين شو يسوون هذولا؟ تمام. فكانت السعي وراء هالموضوع لحل مشاكل هؤلاء أصلاً. تمام. في هذه الفئتين. الفئتين فوق اللي تحت. تمام. والفكرة ما فيها إنه استخلاص الدهون من جدار البطن بعملية مبسطة. وتكريرها بطريقة أو بأخرى يعني في أكثر من نوع وأحقنها للمفاصل المصابة لأن احنا مركزين على الركب قريبا احنا بادئين الأسبوع الجاي على الأكتاف وعلى مفاصل الورك. أنا بقطع كلامك بالخير دكتور تشرب شيء ولا؟ شكرا. شاي اثنين جزاك الله خير عزيز. هذا عزيز طبعا ما شاء الله كمل معانا في الإذاعة 30 سنة يمكن. إنزين طيب. فالأسبوع الجاي والأسبوع بعده يعني تقريبا إحنا بندخل على مفاصل الجذف ومفاصل الورك. طيب. خطوة خطوة. إنزين الحين دكتور أنت تقول لي تأخذ طبقة دهنية من جدار المعدة. قد هذا. آه قد هذا. قد هذا. يعني مثل الكوب. يعني غرشة من الماي هاي بس. إيه غرشة صغيرة من الماي. هي ما. إنزين. يعني هذا زين يعني انت تخفف وزنه من من هي. من البطن وتحطه في المفصل. واحد من اطبائنا المساعدين قال دكتور يعني المساله صارت الان عكسيه. ايام زمان كنا نقول لهم خفوا الوزن عشان الركب ما تخرب. أي. اليوم نقول لهم زيدوا شويه عشان نلاقي شحم. فهذا شيء مضحك. طيب. يعني دكتور الفكره في العمليه الان انت قلت لي على أساس أن نبتعد شوية عن العمليات التقليدية اللي هي صعب إجراءها للأطفال الصغار يعني تقريبا ولكبار السن. طيب مدى فعالية هذه العملية والنتائج اللي تظهر على المريض؟ أوكي زين. شوف وهني بعد بنتقل بعدها لدكتور عصام أبغى أعرف إذا أنت عالجت بعض الحالات اللي سووا هذه العملية مشيت معاهم في علاج طبيعي بعدها ولا لا؟ تفضل دكتور. زين أول شيء لما نتكلم عن النتائج نحن نتكلم عن النتائج اللي صايرة الآن في خلال هذه السنة اللي راقبناها إحنا خلال سنة دراستنا إحنا مع مرضانا إحنا مواطننا واللي دخلوا في التجربة. كم تقريبا كان العدد البدائي؟ كان يمكن 36 ركبة. وصلنا الآن الحمد لله على يمكن 140 وكلهم يدخلون في نفس القائمة. 140 ركبة. هي. يعني كل ركبة كل واحد عنده ركبتين. هي غالبا شيء. ويعني الآن الأعداد كل أسبوع كنا نساوي مثلا 10 مفاصل اليوم نساوي 10 أو 20 مرضى بالحقن. كم مدة العملية دكتور؟ 40 minutes يعني 40 دقيقة تقريبا. 40 دقيقة. 40 دقيقة العملية مع التخدير مع البداية والتبديل وشيء يكون على تقريبا ساعة نوصل. دكتور عصام أنت يعني عالجت حد بعد العملية هذه ولا مروا عليك مرضى؟ هلا من 140 ما مروا عليك ولا واحد؟ أول شيء بحب أرحب في حضرتك وفي الدكتور خالد. الآن بهذه التقنية أنا ما وصل لي لسه ولا أي حالة. ليش ما يحتاجونهم دكتور ولا؟ This is the point. لسه الحين أكون راح أضيف لك إنه ما أعتقد. المرضى إحنا ما نعالج الخشونة لهالدرجة يعني لما نجي على الـ يعني الـ 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 الفكرة العلمية خلف الموضوع الناس تسمع أنه حقن الدهون فبذلك خلاص يعني زيتنا الركبة أو شيء. مو هالشيء. نحن ما الدهون قد تنفع يوم يومين أوكي. بس المسألة أنه ما بين الخلايا الدهنية توجد أوعية دموية على الأوعية الدموية توجد خلايا نسميها بالطبي بيريسايتس بالإنجليزي هذه هي خلايا تجديدية قادرة على بناء قادرة على أوركستريت يعني إدارة مشروع داخل الركبة أو في أي مكان تكون فيه. هذا العلم وصل إنه هذه الخلايا أول شيء تبدأ بإنتاج مسكنات للألم عالية جدا من أول وهلة من الحقن. لذلك تلاقي المرضى وهذا ما دفعني إن أنا أجري فعلا وراء الموضوع. أنا شفت مرضى في خلال ساعة كانوا بدون آلام تقريبا وفي نص وشي في خلال ساعة واحدة الألم يرجع
يوم يومين ثلاث وبعدين يبدأوا يتحسنون أسبوع بأسبوع أسبوع بأسبوع. عندنا إحنا نقول للمرضى بس حطوا ثلج في الأيام الأولى وحطوا حبة مسكن إذا عندك ألم وابدأ امشي ولا اركب سيكل ولا شيء علشان تبدأ تلين. الفكرة وما فيها أنه هذه الخلية ما بس تعطي هالمواد المسكنة الألم ولكن نأمل في المستقبل أن نثبت أن هالخلية قادرة على تجديد المادة الغضروفية أو الطبقة الغضروفية أو بديل عنها. إلى الآن نحن ماشيين في التجربة تقريبا 11 شهر في 11 شهر ما نتوقع أن نلاقي خلايا غضروفية، فإن شاء الله بعد سنة نشوف هل نتجت أم لا. مثل ما يقولون في أسوأ الحالات، أسوأ الحالات لم يتم أي تجديد بس المريض ما عنده ألم، حلينا المشكلة إلى حد ما. صحيح. هذا هو. طيب أنا برجع لك دكتور عصام بالحديث، لكن بطلع فاصل. قبل الفاصل أذكر مستمعينا بسؤال حلقتنا اليوم ضمن أسبوع الابتكار، تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتبارا من 23/11 إلى 26/11 في منطقة برج بارك. ساعات العمل في هذه المنصة ما هي؟ هل هي الساعة 7 الصبح لين 7 المساء، من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء وبس؟ هذه الخيارين، من 7 الصبح لين 7 المساء ولا من 10 الصبح لين 10 المساء. ارسال الإجابة على 4006. أيضا مستمعين الحاب يتداخل معانا في موضوع حلقتنا اليوم، نحن مستمرين بعد الفاصل مع الدكاترة موجودين معانا على الأرقام 600-551-414. فاصل وما أرجع لكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. سؤال حلقتنا اليوم عليه 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة. السؤال يقول ضمن أسبوع الابتكار تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتبارها من 23/11 إلى 26/11 في منطقة برج بارك. السؤال يقول ساعات العمل بهذه المنصة، هل من الساعة 7 الصبح لين 7 المساء ولا من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء؟ والبارحة أنا قلت لكم الإجابة. عموما نرحب مرة ثانية الدكاترة الموجودين معي في الاستوديو، الدكتور خالد الحمادي استشاري جراحة العظام بمستشفى دبي، والدكتور عصام علي الميخي اخصائي اول علاج طبيعي مركز دبي لإعادة التأهيل. انا بطلب منكم تشربون الشاي وباخذ هذه المداخلات اللي معانا. اول مداخلة من معانا مريم، تفضلي مريم. هيا هلا وياك مريم. تفضلي يا مرحبا دكتور. أخوي لو سمحت، أنا عندي مشكلة في الركبة وما فيني مسوي منظار. المرة الأولية تقريبا من 10 سنين والمرة الثانية الحين من سنة. تسمعها دكتور ولا؟ واضحة. العمر. نعم. العمر كم؟ 48. 48 سنة. الوزن لو سمحتي. وزني 70. أوكي ما شاء الله. طيب. طبعا نزلت وزني الحين. الحمد لله. فهل أحتاج هاي العملية مرة ثانية؟ حتى صرت كذا مكان وكذا مستشفى. فقالوا لي تحتاجين تغيير مفصل بس مش حاليا، مستقبلا. ممتاز. واضح دكتور في سؤال ثاني. يلا والسيكل. ممتاز مريم. الحين اعطاني الابار الجيفي، واذا بغيت اتواصل وياكم عن طريق مستشفى دبي وكيف احجز؟ زين ان شاء الله بنجاوبك على هذه الاسئله، كيف تتواصلين وكيف تحجزين. ناخذ اي بس خلينا اخذ المداخلات اللي بعدها. من عندنا في مداخله؟ طيب دكتور خلينا نرد على مريم. زين الأخت مريم عمرها 47 سنة والوزن كان 70، مقبول جدا. هي تعاني من آلام في الركب وتقول أنه من سابقا عملت عملية تنظير، فمعنى المشاكل صار لها فترة عندها، ومعقول جدا أن يكون في احتكاك، قد يكون احتكاك درجة أولى ثانية ثالثة. يمكن بطبيعة الحال الطبيب اللي شافها بالتأكيد قال لها لا تحتاج المفصل الآن اعتمادا على عمر الشخص. هذه الفئة اللي كنا نتكلم عليها، الفئة الأولى. يحتاج طبعا نحتاج نشوف الأشعة ومدى آلام المريض. كيف تتواصل معاكم مع مستشفى دبي دكتور؟ مستشفى دبي في استعلامات وفي حجوزات، وأنا أنا الناس كلها تعرف عني أنه بابي مفتوح. جزاك الله خير. طيب استقبل اي حد. زي. يوم الاحد تيجي الصباح. طيب. حتى لانه في 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 اكتظاظ كثير الايام. صح. هاي فقلنا الاحد يجون على الماشي حتى. طيب اشواق نحاول نتواصل ويا الاخت مريم ونشوف كيف ممكن ناخذ له موعد مع الدكتور. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله.
السلام عليكم. يا هلا. نختصر ابو عبد الله عشان نعطي الدكاتره مجال يتسولفون. يعني تفضل يا سيدي. هلا. انا عندي استفسار ان عندي رقم المغتربين مره يعني قشونه جدا جدا من سنين يعني مو من اليوم. فانا مريت مره على دكتور خالد واتاني مواليد حلمانيه بس انا سافرت مره. انا كل الدكتور كل دكتور اسير اي مكان راجع الرقم عندي خلاص منتهي يعني لازم تغيير الرقم. هل سافرت الدكتور خالد حمادي ان هل هذا علاج جديد هذا بينفعني انا ولا لا؟ دكتور تذكر ابو عبد الله ولا كم عمرك وكم وزنك ابو عبد الله؟ انا عمري وصل 60. 60 سنه ما شاء الله عمرك كله. وزنك كم؟ 65. 95 ما شاء الله. طيب دكتور زين بالطبع ما اذكر ابو عبد الله صعبه يعني اتذكر انما ما دام قايلين تحتاج عمليه تركيب مفصل في السابق معناه انه خشونته وصلت على الدرجه الثالثه او الرابعه فهذه التقنيه ما تنفع معنا. هذه التقنيه احنا استخدمناها على اخر درجه يعني من ناحيه التجارب لازم نساوي على اقصى الحالات الناس تستفيد تقريبا كل الناس يستفيدون في نسبة بسيطة لا تستفيد الفكرة أنه أنت ما خسران شيء العملية بسيطة جدا وما لها أي مضاعفات تقريبا ولا لها أي يعني حتى الآلام يعني مقدور عليها يوم يومين فمثل ما يقول تستاهل التجربة لكسب الوقت حتى يعني لما تقول أبو عبد الله رفض العملية قبل ليش؟ ما يبقى العملية مثل ما قلنا يعني صح. ما أيه. ما تستعجل على العملية فهذه هو ما خسران شيء إذا جرب ما نفعت فباب العملية مفتوح مو مغلق والله دكتور أنا آسف أني جبت دكتور عصام معك أنا جدا آسف أنا لأن ودي أتوجه لمسائل العلاج الطبيعي لكن ناخذ بس همام دكتور وش اسمه ما نرجع تفضل همام السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم دكاتره الله يسلمك. انا بسال عندي الوالد عنده خشونه في الركبه في الركبتين وهو عنده سكر وراح الدكتور قبل كده واعطوه ابره في المفصل مال الركبه اليمين قبل ما دفع على الشيء اليسار مره ثانيه لو سمحت اعطني الاستفسار. طيب هو الوالد عنده خشونة في الركبتين اليمين واليسار. أوكي. وأول على 2007 كان راح مصر وعطوه إبرة في المفصل نفسه. اللي هي إبرة الدهون. أي لا مش إبرة الدهون. أوكي. إبرة عادي. أوكي. هم يقولون أيوة. طيب. زيتية. فشهرين ثلاثة ورجعت الخشونة تاني وبعديها هو رفض يروح أي دكتور تاني وخلى يعني الموضوع. فالحين الركبة الثانية كمان جاءت تبغى تسأل أي سؤال دكتور؟ لا هو أيوة أكيد أخذ إبر زيتية يعني شيء مثل إحنا باللغة العامية نقول إبر زيتية هاي زيت ثاني ترى الدهن ماله يجرب العملية هذه يجيب أبو مستشفى دبي وهذا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ها همام أوكي حاضرين هو عمره فوق 82 سنة. هي الفكرة انه العملية هذه صالحة في كل زمان ومكان لانها اذا ما نفعت ما ضرت يعني ما يعني ما يجرب ما يعرف. زي طيب انا بتكلم الحين شكرا لك همام بتكلم دكتور عن مسائل العلاج الطبيعي اهمية العلاج الطبيعي فيما بعد العمليات الجراحية. وأيضا الخدمات اللي نحن نقدمها كذلك في هيئة الصحة بهذا الخصوص بعيد عن الزيوت والشحوم هذه الإبر خلنا نتكلم عن هذه العمليات نحن أكثر شغلات نسمعها إصابات الرباط الصليبي حق الرياضيين زين يا ترى كيف تتم يعني عملية تأهيل المريض ما قبل وبعد العملية في موضوع الرباط الصليبي بسم الله الرحمن الرحيم حلو سؤال ما قبل العملية هلا زمان يعني الآن إذا بتلاقي جراح إنه هو يودي الرياضي إنه يقول له لا والله روح سوي علاج طبيعي قبل العملية علشان تقوي مثلا العضلة الرباعية هذا شيء بيكون ممتاز جدا لأنه زمان كانوا يسووا عملية رباط الصليبي وعملية ناجحة جدا لكن اللاعب بيكون تأخر في إنه يعمل علاج طبيعي تأخر إنه يعمل العملية
فالعضلة الرباعية بكون عنده يعني أصبحت ضعيفة جدا. فبيصير أنه العلاج الطبيعي بعد العملية بيصير بياخد وقت يعني وقت أطول جدا. بنحط في اعتبارنا أنه هذا لاعب ورياضي ولازم يرجع, خصوصا إذا كان محترف فلازم يرجع يمارس اللي هو العمل تبعه, لأنه هو أصلا محترف ما عنده شيء يعمل غير أنه هو رياضي. فذا سونر ذا بيتر, يعني كل ما كان رجوعه للملعب أسرع كل ما كان أحسن لإله وللنادي اللي هم دافعين فيه فلوس أصلا. فإعادة تأهيل الرباط الصليبي بتبدأ من قبل العملية, أول ما يعرف اللاعب أنه هو أصيب, إذا في مجال أنه يعمل العملية بوقت قصير ممتاز, ما في مجال بتحول علاج طبيعي علشان نعمل تأهيل للعضلة الرباعية. أوكي. ونعمل يعني نوع من أنواع العلاج اللي هو بيكون تقوية عضلات بكل معنى الكلمة. صحيح. أنا الآن بعد العملية بدخل في العلاج أشياء تانية غير التقوية, بصير في عندك اللي هو احنا نسميه range of motion اللي هو مدى الركبة, زائد البروبيوسبشن اللي هو تعليم البالانس والتوازن وهاي الأشياء. دكتور في عمليات كانوا يسوونها اللعيبة اللي نسمعهم في اللعيبة العالميين, يعني حتى أن هذا ممكن فترة إعادة تأهيلة تكون قصيرة جدا لأن عنده مباراة معينة, هل عملية الدهن هذه أو الزيت واحدة منهم ممكن تساهم في عملية جسمه ولا في تقنيات؟ والله ما أعرف أنا إذا ممكن this is something near to PRP or no. It's more advanced. More advanced. So I think إنه يعني هلا إحنا في عنا مثلاً لاعبين على أساس شفرتوا يعني أنتوا الاثنين بيكون في لاعب بيكون عنده غضروف, غضروف من الدرجة الأولى وبسيط جداً. فالدكتور بيقول إنه هي إعادة بناء. صحيح. هي في النهاية هي تعتمد على نفس المبدأ. بس هذا هو. تمام, تعتمد على نفس المبدأ بدأ تأهيل ويعني. Regenerative. ولكن كل واحد يحب ولده زين, هذا أنا أقول هاي أحسن. أي صحيح. طيب أنا عندي سؤال هني يقول أنا عندي 29 سنة وطولي 178 سنتيمتر ووزني 120 ما شاء الله. وعندي روماتيزم بس الإبرة مش محصلة, كنت باخذ ديور ابن إس, صح شي اسمه دكتور ديور 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 بن اس ديورلاند 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 كنديا كم حاطنا 12 مليون شيء شيء, ايه الحل؟ ما عرفت انا المصطلح. التصرف لازم نشوف الحاله. تمام اوكي. الوزن اصلا عالي الان, ما هذه هي 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 الوزن هو شيء اول شيء قاتل على صغير 29 سنه. أنصح أول شيء الأخ يظهر على الدكتور العظام, وقبل الدكتور العظام يظهر على أخصائي التغذية أو الدكاترة اللي يسوون عملية النحافة, ولو أن أنا ما يعني أقول له سوي هالشيء, ولكن يعني للاستشارة ما عشان لأنه 29 سنة 120 كيلو معناه مو بس مسألة الركبة, الركبة بنحل مشكلتها بنحط حديد بنعمل أي شيء, ولكن القلب السكر كل شيء هذا ممكن يتأثر في الموضوع. طيب السلام عليكم ورحمة الله, يرجى التواصل معي بخصوص موضوع ابني الذي لم ينحل الضرورة القصوى. شوفي هذا الراعي الرسالة هذه أشواق, في واحد عنده مشكلة مع مصرف الهلال دكتور بتحلوا لي هي أعطينا الأكاونت نمبر. إنزين نرجع دكتور على موضوع تأثير الوزن دكتور عصام, يعني تأثير الوزن في العلاج والتأهيل, خلنا نتكلم عن هذه النقطة. إذا في العلاج والتأهيل بالنسبة للركب بس صح؟ يعني اليوم ركزين على الوزن. الوزن مشكله في كل الحالات, يعني احنا الحالات اللي بتيجي عندنا بالنسبه للوزن في عندنا المفاصل اللي بنحكي عليها اللي هو الويت بيرنج جوينتس اللي هي المفاصل اللي بتحمل الاوزان, سواء كانت الركبه ولا الحوض الكاحل, وخصوصا المفاصل اسفل الظهر برضو. يعني كل هذه المفاصل بتتاثر بالوزن. بالنسبه للركب ما أعتقدش أنه ممكن يكون وزنه عالي ويكون مثلا رياضي. الآن المشكلة أنه إذا كان هذا
أصيب إصابة رياضية. إحنا سبق وتحدثنا في حلقة قبل هذه إنه ممكن الواحد عادي يصير عنده رباط صليبي. صحيح. يعني ممكن يطيح ويتزحلق ويصير عنده رباط صليبي. إذا كان في عنده وزن في مع الإصابة. في, 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 في واحد من الشباب يقول إنه يا رباط صليبي وهو نايم. هالكلام يستوي دكتور؟ لا نايم صعب. يمكن هي جاتنا الإصابة بس ما حس فيها إلا يوم نشون من رقاد. يعني هو نايم صعب، هي لازم تكون في إلها أي. يعني لا. إلها هي وقع تكنيك يعني معين إنه أساس صعب. لا يمكن إلا إذا كان يعني لا عنده جولة مصارعة وهو نايم. بعد يمكن إيه واحد يجي له شيء وهو راقد. تفضل دكتور. فهو هي بتحتاج وزن زائد زاوية معينة للركبة على أساس يصير في قطع في الرباط الصليبي. طيب دكتور بتكلم عن موضوع المفاصل الاصطناعية. شو موضوع المفاصل الاصطناعية وكيف التقنية هذه ومدى فائدتها في عملية علاج المفاصل؟ المشكلة في المفصل المحتك هو الطبقة النهائية، يعني الطبقة الغضروفية البيضاء، تمام؟ وهذه لها سماكة محددة عبارة عن من 5 ملي إلى 8 ملي في أطراف مختلفة من المفصل. الآن لما تحتك هذه الطبقة أي يعني تنتهي تتآكل مثل يعني باللغة العامية الكفرات السيارات، يعني كل 3 سنوات 4 سنوات لازم تبدل. نفس الشيء يستهلك، يعني الغشاء الغضروفي الركبة يستهلك. فالفكرة في استبدال المفاصل مش مثل ما الإنسان العام يعني يفتكر أنه نقص كل العظم نشيل ونحط حديد بدل عنه. لا، احنا تهمنا فقط هذه الطبقة الأخيرة، فيتم كشط الطبقة الأخيرة بسماكة الحديد ويعوض نفس السماكة اللي أخذناها من العظم تعوض بطبقة حديدية. نفكر أنها نقول أحسن نطلق عليها تلبيس للعظم أو للمفصل بطبقة الحديدية والجزء السفلي منه، ولأن حديد على حديد لا ما يركبوا على بعض، نحط مثل قطعة بلاستيكة ما بينهما. طبعا كل هاي مواد لها خواص انها تستحمل. هذه الحدايد تتم في جسم الانسان على طول دكتور ولا هي على طول يعيش فيها؟ على اساس انه اذا تم كل شيء زين، الا اذا لا سمح الله صارت اي مضاعفات مثل جميل. التهاب مثل تبطلت من العظم. نحن بس عندي صاحب الرقم اللي اخره 9063 أظني من أمس قاعد يبعث لنا مسجات وكلها تطلع علامات استفهام، فأعتقده قاعد يجاوب على السؤال وما مو بواضحة عندي الإجابة. عموما نحن كان باجلنا نوقف استقبال خلاص نوقف. طيب سؤال حلقتنا كان أسبوع الابتكار، ضمن هذا الأسبوع تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتباراً من 23/11 إلى 26/11 في منطقة برج بارك. السؤال يقول ما هي ساعات العمل بهذه المنصة؟ طبعا ساعات العمل من 10:00 صباحا إلى 10:00 مساء، من 10:00 الصبح لين 10:00 مساء. دكتور أنت مفروض تحط لنا هدية، تقول لي هات الألف لازم تحط لنا هدية من نفصل إن شاء الله أعطيك شوية دهر. عموما اسحبوا لنا اسم الفائز. دكتور أنا عندي تقريبا أقل من 5 دقائق. طبعا زين، أنت دائما فائزة ميتة. زين، عندنا أقل من 5 دقائق، خلنا نتكلم بشكل مختصر كنصيحة طبية تحبون توعون فيها الناس بشكل عام. شو هي بالضبط؟ شو أهم شغلة تبغي تقولها للمستمع دكتور خلاصة هذا الحديث؟ تفضل. حاضر. أول شيء في القاطع في الفصل المنتصف كان في كلام إنه الحركة لمدة ساعة في اليوم. صحيح. بالضبط هذا اللي نبغي نقوله، الإنسان يحاول
أول شيء يتجنب المأكولات الحلويات هاي اللي تسبب سمنة. كل السمنة والمشاكل وتبدأ مشكلة الإنسان هناك. وشوية حركة في اليوم ما تضر حد. الإنسان المبالغ في الشيء دائما ما زين. بالنسبة للأخوة الرياضيين الأولاد كمان اللي يلعبون في الفريج لازم يكون في شوية لياقة لحتى لما يطيح عدل, يعني ما يقطع له رباط, ما يقطع. في ناس تكون متين ما في لياقة وشيء لما يطيح يونيت سكر يعني شيء, تمام. فهذا مصايبهم كبيرة يعني, تمام, مو رباط صليبي بس, لا كل الأربطة تصير, تمام. بالنسبة لأصحاب الاحتكاك المتقدمين في السن الوزن يأثر. بالنسبة لإذا من أصابه المرض يعني للأسف أهله سهلة فيه, بنشوفه إن شاء الله. نعم. ونقدر إن شاء الله نساعدهم. شكرا لك دكتور. تفضل دكتور عصام. مثل ما تكلم دكتور خالد, في البداية الوقاية, وبعدين إذا صار الموضوع ساعتها بصير في الحل موجود. لكن نتكلم في الوقاية أول, اللي هو تخفيف الوزن أو عدم الوصول أصلا للوزن اللي هو الأوفرويت, وزائد اللي هو الرياضة ولو المشي لمدة نصف ساعة يوميا. وبالنسبة لممارسة الرياضة خليك تكون جاهز, يعني بلاش تكون مثلا مش لاعب لك شهرين ثلاثة وتنزل مباراة كرة قدم. صحيح. أو تنزل مثلا سخن. سباحة ويجيك شد عضلي. صحيح. مصيبة. فأما إذا صارت الإصابة فيعني إن شاء الله الحلول موجودة إن شاء الله, سواء كانت يعني في العلاج الطبيعي أو في العمليات التي يليها العلاج الطبيعي. جميل. أنا بس باخذ هذه المسجين على السريع دكتور ونجاوب باختصار. الله يخليك. السلام عليكم, أنا آمنة من دبي. من 2008 عندي مشكلة في ركبة واحدة وهي الاحتكاك وخشونة, ومسوية منظار 3 مرات, والحين ما زال عندي آلام, وقالوا لي الدكاترة لازم عملية. بغيت أجرب هاي العملية وجزاكم الله خير. بغيت موعد مع الدكتور. وطولي 153 ووزني 74. يوم الأحد الصباح الأسبوع القادم. يلا تمرين تمر على طول ها دكتور. هي جيب اي اشياء وياها تجيب. زين اشواء خذي لها موعد مع الدكتور. اعاني من الم الركبتين عند الدرج, طولي 170 الوزن 95. قال للدكتور نزل وزنك, وفي المقابل صديقي وزنه 114 وما يعاني من الم في الركب. ارجو التوضيح من الدكتور. هذا قسمه ونصيب يعني. انما اهلا وسهلا فيهم. اي حد اي مريض يبي استفسار نستقبل كل الاستفسارات وارد على كل التلفونات واشوف كل مريض ان شاء الله. انت شو تبغين ميثا الحين يوم ما نطلع من الاستوديو تامرين؟ انزين عموما وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. الفايزه معانا شمه الشامسي. الف مبروك, فازت معانا ب1000 درهم مقدمه من هيئه الصحه بدبي. بيتصلون فيك باكر ها, لان بعدني ما استلمت البيزات عشان اوزعهم. عموما كانت حلقة جميلة معاكم دكاترة. شكرا لكم, وشكرا لمخرجنا ناصر محمد سليم طول بال علينا, وشكرا لتشواق, وكل الشكر لزميلنا فيصل بن فارس. وأيضا حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حلقة خاصة عن التأمين الصحي باكر. اللي عنده أي استفسار عن هذا الموضوع باكر بيكون معنا الدكتور حيدر اليوسف إن شاء الله مدير إدارة التمويل الصحي. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.